حلوة الملفات من تبدي بالغاز، واللغز اللي عندنا اليوم يقول منو كسر عصات منو؟ عمار الحكيم كسر عصات المجلس الأعلى، لو إيران كسرت عصات عمار الحكيم، زين هاي حزورة لو حزورتين؟ بالظاهر عندنا لغزين، بس بالباطن هو لغز واحد، لغز اللي سببه وتلفظ به هو عمار الحكيم حصراً من زلزل المجلس الأعلى وطلع منه وأسس تيار الحكمة هو وتجمع الأمل. كل اللي صار وراء هالخطوة هي ردود أفعال عليها، بما في ذلك المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى اللي انعقد بالنجف يوم السبت. المؤتمر جمع قيادات المجلس التقليدية وخلى النقاط على الحروف بشعار مرفوع ومكتوب بخط لا هو كوفي ولا هو رقعة، بل بخط فارسي يقول المجلس عائد بقوة ولا تراجع بالمعركة مع الحكمة. الدعم الإيراني ما محدود سياسياً ومالياً وإعلامياً، ومدام وصلنا للإعلامي فعندنا قناة فضائية جديدة راح تتأسس واسمها الأيام، ونشيدها السري عنوانه الأيام بيننا، وكل هذا على خلفية أخبار عن غضب إيراني محتدم على خطوة عمار الحكيم. هسه لا تستعجلون رزقكم على هذا التسريب، وخلونا بأجواء معركة كسر العظم بين المجلس والحكمة، واللي عندنا بهالخصوص تسريبات وإشارات. الإشارات قديمة مو جديدة، وأبرزها هو اللي صرح به باقر الزبيدي قبل المؤتمر التأسيسي، من قال إنه قيادات المجلس مستمرة بالاجتماعات والنقاشات لإعادة هيكلة المجلس، هاي من جهة، ومتواصلة ويا قيادات الحكمة لحسم التركة وفض الشراكة وياهم من جهة ثانية. هنا الواحد ممكن يلعب الفار بجيبه، نقول بجيبه مو بعبه، لأنه التركة تسوى الجدل والخصومة. عقارات على أموال على مباني على قناة فضائية على إذاعة، عشرات المقرات كلها مأجرة باسم أبو جهاد الهاشمي اللي انحاز للمجلس وصار قيادي به بعد إعصار إيرما. ولهذا بعض المجلسيين تندروا من أنه الحكيم صلاته ما مقبولة لأنه الأراضي اللي قاعد بيها مختصبة، كون صاحبها مو حكيمي إنما مجلسي. بس كل هذا ممكن ينحل بالتي هي أحسن. عقارات شنو؟ أموال شنو؟ هاي وسخ دنيا. بس شلون بالتركة الجماهيرية العريضة اللي راح يصير عليها الصراع بالانتخابات الجاية؟ نقصد الجمهور اللي جاب 29 مقعد بالدورة الحالية، وال29 مقعد ذني إذا دورت عن تحولاتهم بالمعادلة السياسية ممكن تلقى نفسك بنص متاهة ما إلها حل، بمعنى إنه المناصب التنفيذية المهمة بالوزارات والمحافظات ومجالس المحافظات المن راح تصفى؟ وشلون ممكن تتقسم؟ انتم هوس واحنا هوس ونقسم بالنص لو ولاءات تنشر وتنباع. طيب عوفوا هاي المعضلة وتسألوا ويانا وين راح تستقر بوصلة هذا الجمهور المحير بالانتخابات الجاية، الجهة الحكمة لو الجهة المجلس؟ طيب إيران جاذبيتها شلون راح تضبط البوصلة واتجاهها؟ هنا صار لازم نرجع للتسريب اللي وصلنا من حبال المضيف، واللي يقول انه قبل فترة وصلت رسالة شفوية غاضبة من المرشد علي خامنئي العمار الحكيم، كان الجنرال قاسم سليماني مكلف بإيصالها، لكن يبدو انه الجنرال من شدة غضبه ما يطيق يقعد ويا السيد، لذلك كلف احد الشيوخ المحترمين بإيصالها، وكان فحواها يتضمن زعل وعتب وغضب إيراني شديد وبيريح التهديد على خطوة الحكيم بالخروج من المجلس الأعلى وتأسيس تيار الحكمة. قالوا له خطوتك هاي غير مرحب بيها ومضرة وإيران ما تدعمها. تسريب ذهبي ممكن يفسر الحزورة اللي بدينا بيها، منو الكسر عصات منو؟ الحكيم كسر عصات المجلس لو إيران كسرت عصات الحكيم؟ والحل وفق المعطيات والتسريب هو التالي: الحكيم هو الكسر عصات المجلس بالبداية، وخطوته اعتبرتها إيران تمرد خطير عليها، تمرد ممكن يقوض نفوذها ويكون سابقة لمتمردين آخرين. لهذا اجى الجواب أخيراً وبلهجة إيرانية واضحة: مثل ما كسرت عصاتنا احنا هم راح نكسر عصاتك ونعيد تأهيل المجلس بدونك والأيام بيننا. مو خوش نهاية، ما ينعرف من يفوز بخاتمتها. عباءة الحكيم لو عمامة المرشد.